أهلا وسهلا بكم الجديد. نبدأ جولتنا في مختارات من عميلة الرأي والمقالات من أخيرة الجريدة، ومنها نقرأ للكاتبة هنادي الصديق من زاويتها بلا حدود التي جاءت اليوم تحت عنوان الشعب المنصوب عليه. تبتدر أستاذة هنادي هذه الزاوية، زاوية بلا حدود، وتقول من صحيفة الجريدة: بدأت تلويحات الفريق برهان وإعلانه الحرب على المكون المدني في الحكومة الانتقالية من خلال جولاته شبه اليومية وأحاديثه المتكررة للقوات النظامية عموماً والقوات المسلحة على وجه الخصوص خلال الأشهر التي سبقت انقلاب المشؤوم. فقد حملت أحاديثه المستجدية للجيش تهديداً صريحاً للشارع المدني ممثلاً في لجان المقاومة والأحزاب وكل من يرى في الجيش أنه مؤسسة غير مرغوب فيها ويصعب جدا التصالح معها بعد إغلاق بوابته أمام الشباب الأعزل الذي أراد الاحتماء بقواته التي أقسمت على حمايته وحماية حدوده وحنثت بقسمها في يومها المنتظر. سعادة الفريق أراد أن يمنح نفسه الحصانة مبكرا من خلال تخوين المكون المدني بالحكومة وشيطنة الحرية والتغيير، ذاكرا أنهم لم يقوموا بدورهم المنصوص عنه في الوثيقة، مستغبيا الشعب الذي رد عليه الرد المستحق لمن يجلس في كرسيه ويوزع فرماناته يمينا ويسارا وتمضي قائلة. الشعب رد على القوات التي تمترست في العاصمة وداخل المدن بدلا عن الحدود تقتل في المواطنين العزل، تاركة الحدود مفتوحة على مصراعيها من جميع الاتجاهات للشاحنة الأجنبية من جميع الأحجام والأوزان، تغرف ما خف وزنه وثقل ثمنه والعكس من ثروات البلاد المختلفة دون رقابة من الجهات المعنية، في تجاوز واضح ليس للوثيقة الدستورية فقط بل لقانون القوات النظامية والأعراف الدولية كافة التي تحدد أدوارها داخل الدولة. وتطرح الكاتبة عددا من التساؤلات قائلة: فهل يمكن أن يفيدنا سعادة الفريق البرهان عن مدى نجاحهم في أداء أدوارهم كشق عسكري خلال فترة شراكتهم المكون المدني؟ على سبيل المثال، هل استعاد أراضي السودان المحتلة في حلايب وشلاتين؟ وهل أوقف عمليات التهريب اليومية التي تتم للذهب والدولار عبر المعابر الجوية والبرية والبحرية؟ وهل قبل ذلك قام الجيش بتنظيف صفوفه من فلول النظام المباد من قوات خاصة وجيش شعبي وأمن طلابي وغيرها من مسميات عادت للواجهة مرة أخرى تحت عنوان تصحيح الأوضاع؟ ما يتوجب على المؤسسة العسكرية بفئاتها كافة معرفته هو أن الشعب ليس هو ذات الشعب الذي تم النصب عليه قبل 33 عاما. وختمت قائلة: اتحاد الشعب اليوم في الشارع هو ما يحتاجه الوطن الجريح، لجان المقاومة، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، اتفاقهم جميعا في جبهة وطنية واحدة عريضة مناهضة للانقلاب هو السلاح الوحيد المضاد للكلاش والدوشكا الذي ظلت تجوب المدن تحصد في الأرواح أرواح المواطنين العزل وتركت مهمتها الأساسية في حراسة الحدود التي صارت متاحة ومستباحة تتجول فيها مخابرات الدول الأجنبية طولا وعرضا دون أن تخرج لصدها رصاصة واحدة.